لو انت ما تعرفش يعني ايه بيكسل، او لو عارف يعني ايه بيكسل بس مش عارف تسطبه ازاي، خصوصا بعد تحديثات الاي او اس 14 الجديده اللي حصلت، يبقى ده الفيديو المناسب ليك. يا اهلا وسهلا، معاكم اسلام صلاح من ادسكوب، والنهارده هتكلم معاكم بالتفصيل عن ازاي نسطب البيكسل بتاعنا على الويب سايت، ايه لازمه البيكسل، نسطبه ازاي من اول نقطه خالص لحد ما يكون الويب سايت جاهز عندك على الموقع وجاهز لاستقبال الزوار. مبدئيا الناس اللي ما تعرفش يعني ايه بيكسل، البيكسل ده هو كود بنحطه عندنا على الويب سايت علشان اي حد يدخل عندنا على الويب سايت بعد كده نقدر ان احنا نعمل له تراكنج، بحيث ان احنا نشوف الشخص ده عمل ايه بالظبط على الموقع، راح انهي صفحه، فاقدر ان انا بعد كده اقدر ان انا اعمل له تارجتنج، او ان انا اقدر اعمل له كاستم اودينس، بحيث ان انا اشوف الشخص ده لو انا عايز اعمل له اعلانات بعد كده اقدر ان انا اتارجته من اعلانات تانية، او لو انا عايز اشوف الناس اللي ليها صفات شبه الشخص ده اقدر ان انا اعمل برضه لوكالايك اودينس من الناس اللي زارت الويب سايت عندك. وبالتالي البيكسل ده من النقاط القويه جدا، وده انا بستعمله تحديدا في الكونفرجن كامبينز. مبدئيا علشان نعرف الموقع اللي احنا عايزين نسطب عليه البيكسل ده هو اصلا عليه بيكسل ولا مش عليه بيكسل، بنروح اول حاجه على الويب سايت عندك، وبعد كده بتنزل اكستنشن على كروم اسمه فيسبوك بيكسل هيلبر، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم دلوقتي. فالفيسبوك بيكسل هيلبر ده بيقول لك الويب سايت ده عليه بيكسل ولا مش عليه بيكسل، فزي ما انتوا شايفين هو هنا بيقول لك نو بيكسل فاوند اون adscope.net، فبيقول لك ان الموقع ده دلوقتي مش عليه بيكسل. طب ازاي بقى هنسطب البيكسل؟ البيكسل علشان نسطبه بنسطبه من البيزنس مانجر عندنا، فانت طبيعي لازم اول ما تيجي تشتغل خالص يكون عندك بيزنس مانجر، هنبتدي بعد كده نسطب البيكسل بتاعنا على البيزنس مانجر ده. وفي حلقه انا كنت اتكلمت فيها بالتفصيل عن ازاي نسطب البيزنس مانجر وازاي نربط الاسيتس دي ببعض كلها، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. بقى دلوقتي خلينا بقى نرجع على الاد اكاونت او على البيزنس مانجر بتاعنا ونشوف انا المفروض اروح لفين واعمل ايه بالظبط. دلوقتي حضرتك لما هتكون على الادز مانجر عندك هتطلع فوق على الاول تولز اللي عندك، وهتدور اول حاجه على الايفنتس مانجر. ممكن تلاقي الايفنتس مانجر ده موجود عندك في الست خانات اللي فوق دول، وممكن تنزل تحت تفضل تدور شويه لحد ما تلاقيه، اسمه ايفنتس مانجر. هتدوس على ايفنتس مانجر، بمجرد ما بتوصل للايفنتس مانجر بتلاقي قدامك على الشمال مجموعه كتير من البيكسلز اللي ممكن تكون متكريته عندك على البيزنس مانجر بتاعك. اتاكد بس اهم حاجه ان انت في الايفنتس مانجر مختار البيزنس مانجر بتاعك، لما تدوس على السهم ده اختار البيزنس، ما تختارش الاد اكاونتس. البيزنس ده هو بيكون السيستم الحاضن لكل الاسيتس اللي جواه، انكلودنج كل الاد اكاونتس وانكلودنج كل البيكسلز اللي عندك. هو الفيسبوك بيسمح لك فقط ببيكسل واحد للاد اكاونت الواحد، فعشان تقدر ان انت تكريت اكتر من بيكسل، علشان لو انت عايز تكريت حتى بيكسل ديمو زي اللي انا بعمله قدامكم دلوقتي، يبقى انت لازم تكون على البيزنس مانجر بتاعك. فلما هنكون هنا دلوقتي على البيزنس مانجر هتيجي على الشمال هتلاقي كل دول بيكسلز مختلفة، وهتيجي تلاقي الكيرفات اللي انتوا شايفينها دي الداتا اللي البيكسل لقيتها، دي مجموعة الفيزيتورز ودي الايفنتات اللي موجودة بسبب الفيزيتورز دول. فهيقول لك مثلا في كام واحد عمل اد تو كارت، كام واحد اشترى، في كام واحد عمل بيج فيو، كام واحد دخل على الموقع اصلا عندك، كام واحد عمل سبسكرايب. الحاجات دي كلها دي القوة الحقيقية بتاعت البيكسل بتاعنا. دلوقتي علشان نكريت البيكسل هتيجي تدوس هنا على كونكت داتا سورسز، بعد كده هتلاقي ويب، هتدوس على ويب وهتكتب كونكت. طبعا احنا دلوقتي عايزين نكريت البيكسل بتاعنا، فهتدوس على فيسبوك بيكسل وبعد كده هتدوس على كونكت، هتدوس على كونتينيو. بعد كده عايزين نسمي البيكسل بتاعنا ده هنسميه ايه؟ فانا مثلا هسميه باسم الموقع بتاعي adscopes بيكسل مثلا، وهدخل اللينك بتاع الموقع بتاعي. طبعا مش مهم تدخل اللينك، بس يعني هو هنا ده بيبقى ايه، لما انت بتدخل اللينك ساعتها هو بيعرف انت الريكومندد بارتنر بتاعك ايه، فبيقول لك الانتجريشن المناسب ليك. لكن لو انت عندك انتجريشن تاني، او لو انت مثلا شغال على موقع ملوش انتجريشن، فانت ممكن تختار سيلكت انتجريشن من هنا وتختار البارتنر اللي انت عايز تشتغل معاه. فممكن تلاقي مثلا قدامك اوبشنز دلوقتي ان انت لو هتسطب البيكسل بتاعك على شوبيفاي، لو انت هتسطب البيكسل بتاعك على الووردبريس، على ووكوميرس، على ويكس، على سكوير سبيس. لو انت الموقع بتاعك موجود على اي موقع من البارتنرز دول هتلاقي الفيسبوك بيقول لك البروسيس اللي انت بتمشي بيها بالتفصيل، بيشرحها لك خطوه خطوه.
وكل ما انت بتخلص خطوة هو بيعمل لك عليها علامة صح وبيقول لك اتفضل على الخطوة اللي بعدها. فطبعا دلوقتي انا الموقع بتاعي ووردبريس، فهو عشان كده رشح لي الووردبريس وهيبتدي ياخدني خطوة خطوة بالظبط. طبعا انا هشرح لكم دلوقتي على الووردبريس لان اغلب الناس عندها مواقع بالووردبريس، لكن لو انت على شوبيفاي لو انت على اي موقع تاني هتلاقي هو برضو بياخدك خطوة خطوة بالتفصيل زي اللي انا بتكلم فيه بالصور حتى زي ما انا بوريكم دلوقتي. فهو اول حاجة بيقول لي دلوقتي انستول بلجن، في بلجن انا هنزله دلوقتي وهنزله وهسطبه عندي على الويب سايت. طبعا هو بيقول لي هنا اسم البلاجن اهو فيسبوك فور ووردبريس، فانا هروح على الووردبريس عندي وهكتب فيسبوك فور ووردبريس ده في البلاجنز. فلما هاجي هنا في الموقع بتاعي هاجي هنا على بلاجنز وهدوس اد نيو وهكتب هنا فيسبوك فور ووردبريس. فهو ده زي ما انتم شايفين، هو اي نعم الريفيوز بتاعته قليله شويه لكن هو ده مظبوط. هنعمل انستول ناو، بمجرد ما بيتسطب عندنا هنعمل اكتيفيت، كده بنكون سطبنا البلجن وعملنا له اكتيفيت. نرجع تاني نبص عندنا هنا، بندوس بعد كده انستول ناو اند سيلكت اكتيفيت زي ما هو بيقول بالظبط وندوس نيكست. بعد كده بيقول لك كونكت تو فيسبوك، عايز يربط بقى بالاكونت الفيسبوك بتاعك، هيعمل لوجن على اكونت الفيسبوك عندك علشان يشوف هل انت بالفعل يشوف البيكسل اي دي بتاعك يربطه بالبلجن ده. يعني ايه بيكسل اي دي؟ بيكسل اي دي ده بيكون رقم للبيكسل بتاعك، فهو اللي بيميز البيكسل بتاع اسلام عن البيكسل بتاع مثلا محمد عن البيكسل بتاع موقع مثلا اسراء. كل بيكسل من دول بيكون ليه اي دي معين، فهو بيدخل عندك على البيزنس مانجر بتاعك بياخد الاي دي بتاع البيكسل اللي انت لسه عامله وبيربطه بالبلجن ده وبيحطه على الويب سايت من هنا. فبيقول لك هنا اهو كونكت يور بزنس تو فيسبوك، فانا هروح هناك وهشوف الفيسبوك فور ووردبريس بتاعي فين. طبعا هو باين هنا ان هو موجود في السيتنجز تحت فيسبوك، فانا هروح هنا على سيتنجز وبعد كده فيسبوك، بعد كده هدوس جيت ستارتد وهدخل البيانات بتاعت الفيسبوك بتاعتي، هعمل لوجن عادي جدا. بيقول لك هنا كونكت ووردبريس اب تو فيسبوك كونتينيو، طبعا بيتاكد هو من البيزنس مانجر بتاعك وبيتاكد من الاد اكاونت اللي انت شغال عليه وبيتاكد طبعا بالفيسبوك بيكسل بتاعك، هتختار الفيسبوك بيكسل اللي عندك. فطبعا احنا عاملين هنا الفيسبوك بيكسل ده اللي هو اد سكوبس بيكسل مش اي فيسبوك تاني، والرقم اللي انتوا شايفينه ده هو ده الاي دي، هتلاقي ان الاي دي ده غير الاي دي ده غير الاي دي ده. فاحنا اللي يهمنا هنا هو الفيسبوك بيكسل اللي احنا لسه عاملينه النهارده بالتاريخ ده، وهندوس على continue. يهمنا برضو ان احنا نكون اتاكدوا ان انتوا عاملين الادفانسد الاوتوماتيك ادفانسد ماتشنج. الاوتوماتيك ادفانسد ماتشنج ده بيسمح لك ان انت دلوقتي لما الفيزيتورز يروحوا للويب سايت ان هو الفيسبوك يقدر يتعرف على الايميل بتاعهم ارقام التليفون الحاجات دي كلها، بيقدر يعمل ماتشنج بيها بحيث لما يجيب الداتا دي تاني بالداتا يقارنها بالناس دي على الفيسبوك يعرف يقول اه ان فلان ده اسلام اللي زار الموقع ده من الكوكي دي، اه ده اسلام ده موجود على الفيسبوك واسمه مثلا اسلام محمد صلاح مثلا على الفيسبوك. فهو بيعرف يربط الداتا دي ببعض من خلال الادفانسد ماتشنج. ندوس على كونتينيو وبعد كده هندوس نيكست، هتلاقي نفسك عمال تدوس نيكست نيكست نيكست، بس اتاكد بس ان انت بتختار لما تلاقي في اختيارات اتاكد ارجوك ان انت بتختار الاسيت بتاعك صح. مبروك كده البيكسل اتسطب، هندوس دون. طيب نرجع تاني للفيسبوك، كده احنا خلصنا يا عم الفيسبوك، المطلوب مننا ايه بعد كده؟ هندوس نيكست. فالمفروض بعد كده ان انا عايز اتاكد ان البيكسل بتاعي شغال بالفعل على الويب سايت. المفروض ان انا هعمل اجري كونفيرم يور بزنس از كونكتد تو فيسبوك، كده انا خلاص ربطت البيزنس بتاعي بالفيسبوك. فالمطلوب مني بعد كده ان انا اروح على الموقع ونعمل ريفرش نشوف هنا البيكسل موجود ولا مش موجود. اوبا شايفين ايه بقى؟ شايفين ده كان قبل كده؟ مفيش، دلوقتي بقى فيه بيكسل بالفعل. لما هندوس هنا هنلاقي اد سكوب بيكسل وهنلاقي البيكسل اي دي بتاعنا هنا وهنلاقي البيج فيو بتاعنا موجود. بيج فيو ده اللي هو البيكسل العام اللي بيكون متسطب على الموقع بتاعنا كله، يعني اي صفحه انا هروح عليها على الموقع بتاعي هلاقي عليها البيج فيو. لما نيجي نرجع هنا حتى وهكتب هنا اد سكوب دوت نت ونعمل سنت تيست ترافيك، انا هفضل مستني لحد ما النو اكتيفيتي دي تبقى اكتيف. طبعا احنا زي ما اتاكدنا مانيوال من شويه ان هو بقى اكتف بالفعل، بس انا محتاج ان هو يلقط بالفعل زي ما انتم شايفين هنا ان هو بقى اكتف. بعد كده هيقول لي نيكست. نيجي للخطوه اللي بعد كده اللي هي سيت اب ايفنتس. يعني ايه ايفنتس بقى؟ ايفنتس دي حاجه بتبقى حاجه لطيفه جدا في الفيسبوك،
ودي اللي هي اللي بتفرق ما بين كل يوزر بيهيفير على الموقع بتاعك. يعني ممكن يكون واحد راح على الهوم بيج، ممكن يكون واحد تاني راح واشترى منك منتج معين فراح لثانك يو بيج، واحد تالت عمل سبسكرايب مثلا فوصل لثانك يو، او عمل ابلكيشن معين مثلا فوصل لان الابلكيشن ده بقى سبميتد وهو بقى ليد بالفعل على الموقع بتاعك. فكل حاجه من دول حصلت اسمها ايفنت. فهو هنا بيقول لك سطب بقى الايفنتس بتاعتك على الموقع بتاعك. هنسطبها ازاي؟ هتدخل مثلا لينك الموقع بتاعك من هنا، وانا برضه هوريكم طريقه تانية ان احنا نعمل بيها موضوع الايفنتس ده. بس انت ممكن تدخل الموقع بتاعك هنا وهتقول له اوبن ويب سايت، هيفتح لك الويب سايت بتاعك، وهتلاقي عندك هنا طريقه مانيوال ان انت بتسطب بيها الايفنت بتاعك. زي ما انتوا شايفين هنا هتلاقي بيقول لك events on this page، ممكن تعمل تراك للناس اللي ضغطت على بوتون معين من الحاجات دي، وممكن تعمل تراك برضو لليو ار ال ايا كان الناس اللي راحت على لينك معين او الناس اللي داست على زرار معين، ممكن ان انت تعمل لهم تراكينج. فسي دلوقتي حضرتك شغال مثلا على موقع اي كوميرس، انا طبعا بضرب لكم دلوقتي مثال افتراضي، وهنعتبر ان الاباوت اس ده هو مثلا اد تو كارت، وانا عايز اعمل تراكنج للاد تو كارت اللي هيحصل. فهقوم دايس على تراك نيو بوتن، وهقوم دايس مثلا على اباوت اس، وهاجي هنا على سيلكت ايفنت هقول له ان ده اد تو كارت، وهقوم دايس على كونفيرم. يبقى اللي هيحصل بعد كده ان اي حد هيدوس على الاباوت اس هيتحسب لي بعد كده في البيكسل عندي ان في فلان ضغط على الاد تو كارت بتاعي. طبعا الايفنت ده غلط، فانا هنا هاجي امسحه، او لو انت عايز تعدله وتخليه حاجه تانية تقدر ان انت تعدله برضو من الحاجات دي كلها. حاجة تانية برضو من الحاجات اللي انت ممكن تعملها ان انت ممكن تعمل تراكنج لليو ار ال. زي مثلا انا عايز اعمل تراكنج للناس اللي هي عايزة تقدم بروبوزل او عايزة تبعت ابليكيشن على موقع الشركة عندي، فهيجوا هنا مثلا هيعملوا الابليكيشن وهيدوسوا على ريكوست نيو بروبوزل، فهنيجي هنا على الصفحة بتاعت ان حضرتك بعت الابليكيشن خلاص. انا عايز اعمل تراكنج للناس اللي نزلت على الصفحة دي، طبعا الناس اللي هتملى الابليكيشن وهتبعته هيبقوا بالنسبة لي ليدز، فهاجي هنا على تراك يو ار ال، وهيبقى بالنسبة لي URL equals URL ده اللي هو URL @scope.net/application-submit. طبعا انا ممكن برضو اخليه URL contains، فبحيث مثلا لو في اي ارقام زيادة جت بعد URL او كده يبقى يقدر يعمل لها tracking برضو. دي هتكون باينة معاك في مواقع من اللي المواقع اللي بتعمل auto generate لبعض الارقام والحروف العشوائية بعد URL الاساسي بتاعك. فسواء كنت هتختار دي او دي، بعد كده هتختار بقى الايفنت بتاعك. طبعا الايفنت بتاعنا هيبقى lead، فيبقى انت هنا بتقول والله الناس اللي هتوصل للصفحة دي هم بالنسبة لي leads، بعد كده هختار confirm. بعد ما بتخلص بتقول له ان انت هنا فينيش سيت اب، كده انت خلصت خلاص وسطبت الايفنت بتاعك على الصفحه بتاعتك، وبتدوس بعد كده على فينيش، بتدوس على سكيب. وعايز اوريكم بقى هنا لما تيجوا تبصوا هنا هتلاقي خلاص ان هو بيقول لك نيكست، كده خلاص انت خلصت. بيقول لك تيست ايفنتس بقى ان ايفنتس مانجر، لو انت عايز تعمل تيست الايفنتس دي جوه الايفنت مانجر علشان تشوف هل هي فعلا الايفنت بيلقط معاك ولا ما بيلقطش. المفروض ان اي حد هيزور الصفحه دي الايفنت ده هيروح على الايفنتس مانجر علشان تعرف تشوفه بقى شكل الكيرفات دي زي ما انا وريتها لكم في الاول بتبقى عامله ازاي. فلما هنيجي نبص هنا على اد سكوب بيكسل، المفروض خلاص لسه هتلاقي البيكسل ممكن ياخد عندك شويه وقت لسه على ما يبتدي يجمع الداتا دي. هو زي ما انتم شايفين لسه نو اكتيفيتي لان احنا لسه مسطبينه، بس زي ما انتم شايفين الليد ايفنت بقى موجود عندنا هنا. بمجرد ما حد يروح على الصفحه دي الليد ايفنت ده المفروض يبتدي يعد معانا. ممكن حضرتك تعمل تيستنج، تيجي هنا تدوس على تيست ايفنتس، وهنعمل هندخل اليو ار ال بتاعنا تاني ونشوف الايفنتات اللي هتطلقت ايه. فسي دلوقتي انا هدخل اليو ار ال المين بتاعنا وهعمل اوبن ويب سايت، وهبتدي بقى اتفرج هنا على اللي هيحصل عندي هنا. زي ما انتم شايفين هتلاقي هو هيقعد يعمل بروباجيشن بقى للداتا، هيبتدي يطلع لي داتا مختلفه كمان شويه بمجرد ما الصفحه تحمل عندي. زي ما انتم شايفين بيقول لكم اهو ان بيج فيو لقط عندي بيج فيو عشان انا رحت للصفحه الاساسيه عندي. لو انا جيت هنا دخلت مثلا على جيت بروبوزل ودوست هنا على ريكويست ماركتنج بروبوزلز، فالمفروض ان انا هوصل للصفحه اللي احنا قلنا عليها بتاعه ان الليد بقى عندنا تمام، اللي احنا مسطبين عليها الليد ايفنت. زي ما انتم شايفين حتى فوق الرقم حتى بقى 3 مش 2، ولو جينا دخلنا هنا هنلاقي بوتون كليك اوتوماتيكلي ديتكتد اللي هو البوتون اللي احنا كنا مسطبينه من شويه. هيقول لك ان البوتون اللي انداس عليه اللي هو ماركتنج بروبوزل، ولو احنا رجعنا تاني للايفنتس هنلاقي عندك هنا ان الليد اوريدي بالفعل
اتلقط خلاص في الايفنت مانجر بتاعك. التول دي برضو انتوا مش لازم تجيبوها بس من وانت بتسطب البيكسل، انت لو دوست على اد ايفنتس هنا وبعد كده دوست فروم ذا بيكسل هيقول لك هنا اوبن ايفنت سيت اب تول. لما تفتح بقى الايفنت سيت اب تول هتدخل الويب سايت بتاعك، هتوبن الويب سايت وهتبتدي تعمل سيت اب للايفنت زي ما انا وريته لكم من شويه. بس في الحقيقه مش دي الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تعمل بيها تراكنج اليو ار ال معين في صفحه معينه. اللي احنا عملناه ده حاجه اسمها ايفنت سيت اب، بس انت لو جيت تعمل لها تراكنج بعد كده من جوه الاد اكاونت مش هتعرف تشوفها. يعني حضرتك لو جيت جوه الاد اكاونت بتاعك وحاولت ان انت تدور جوه الكولومز على الايفنت اللي انت لسه عامله من شويه في كاستمايزد كولومز دي، عمرك ما هتلاقيه، مش هتلاقيه، لان الكاستمايزد كولومز دي بتسجل الكونفرجنز نفسها او الستاندرد ايفنتس اللي عندك، مش بتسطب الايفنت اللي انت عامله بطريقه مانيوال زي اللي احنا عملناه من شويه. فالطريقه دي بقى الحل للموضوع ده لو انت عايز تعرف تعمل تراكنج لللينكات الكاستمايزد اللي انت مختارها. الحل في الموضوع ده ان حضرتك هتعمل حاجه اسمها كاستم كونفرجن. كاستم كونفرجن دي لما حضرتك هترجع على الايفنت مانجر تاني هتيجي على الشمال هتلاقي كاستم كونفرجنز، دوس على كاستم كونفرجنز وهتعمل فوق حاجه اسمها كرييت كاستم كونفرجنز. لما هتدوس عليها هتلاقي البيكسل بتاعك هنا، اتاكد ان الداتا سورسز بتاعتك موجوده هنا، ان البيكسل بتاعك ده هو البيكسل المظبوط، لو مش هو البيكسل المظبوط اختار البيكسل المظبوط بتاعك. وممكن تختار بعد كده choose a standard event for optimization او select your own category. لما بتدوس على choose a standard event for optimization هتقول له مثلا انت عايز تعمل tracking لانهي صفحة وعايز تحط لها event عبارة عن ايه، هتعمل نفس الخطوة اللي احنا عملناها في setup tool بس هتعملها هنا من خلال custom conversions. فانت هتقول له انا عايز الناس اللي راحت للبيج اللي هي application submit، لو سمحت اهو ال URL contains ال URL بتاعنا، وهقول له ان انا عايز الناس دي تبقى اي حاجة بقى من الايفنتس اللي موجودة قدامكم، مثلا انا عايزهم يبقوا lead. فكده خلاص، يبقى انا هنا الناس اللي هي هتدخل على اللينك ده واللي هم هيبقوا leads، وهسمي الكاستم كونفرجن ده application submission وهعمل create. زي ما انتوا شايفين كده الكاستم كونفرجن اتعمل. علشان اقدر اعمل له تراكنج بقى في الاد اكاونت هتروح حضرتك على السيتنجز من هنا، فلما هتيجي في السيتنجز تحت الداتا سورسز تحت البيكسل هتلاقي في حاجه اسمها كاستم كونفرجنز، هتختار الكاستم كونفرجنز اللي انت عملته وبعد كده هتدوس على كونكتد اسيتس وهتعمل اد اسيت وهتختار الاد اكاونت اللي انت عايز تربط بيه الكاستم كونفرجن ده. فهتدوس هنا على الاد اكاونت اللي احنا لسه عاملينه اللي هو اد سكوب وهتدوس على اد. كده احنا ربطنا الكاستم كونفرجن ده بالاد اكاونت بتاعنا. خلينا بقى نرجع للاد اكاونت ونشوف كده الكاستم كونفرجن بتاعنا ظهر ولا ما ظهرش. واخدين بالكم ايه اللي ظهر عندنا هنا؟ كاستم كونفرجنز. لما تيجوا تدوسوا على كاستم كونفرجنز دوس تاني هتلاقي ابلكيشن سبمشن، فهو ده الكاستم كونفرجن اللي انا عملته اللي بيتراك نفس اللينك اللي انا كنت حاطه مانيوال. فتقدر طبعا ان انت تختاره من هنا وتدوس بعد كده على ابلاي وهيظهر لك بعد كده في الريبورتنج، تقدر تشوف كام واحد راح عندك على اللينك ده تحديدا. طبعا الخطوه الثانيه بيقول لك ان انت لازم تضيف برضو الكاستم كونفرجن ده على الدومين ويب كونفيجريشن. طبعا احنا ما اتكلمناش لسه خالص عن الدومين ويب كونفيجريشن، ده حاجه جديده لسه الفيسبوك عاملها من فتره قريبه بعد الابديتس اللي ابل عملتها الخاصه بالبرايفسي. الابديتس دي اثرت على قوه البيكسل بشكل كبير جدا في التراكنج، فالحاجه اللي احنا بقى هنعملها دلوقتي ان احنا هنسطب الدومين فيريفيكيشن بتاعنا على الموقع، لان دي بقت خطوه اساسيه خلاص دلوقتي علشان تعمل فيريفيكيشن ما بين الفيسبوك بتاعك وما بين الويب سايت بتاعك. ودي من احد الاسباب دلوقتي اللي لو جالك اي كلاينت ما عندوش بيزنس مانجر وعايز يشتغل بين اد اكاونت بس، طبعا ما ينفعش ولازم تفهمه انه يكون عنده بيزنس مانجر علشان تقدر تعمل الدومين فيريفيكيشن، لان ده مش بيتم من غير بيزنس مانجر للاسف. طيب بتلاقي فين بقى قصه الدومين دي علشان نعملها؟ حضرتك بتروح على البيزنس سيتنجز وبتنزل تحت بتلاقي حاجه اسمها براند سيفتي. لما بتدوس على براند سيفتي هتلاقي حاجه اسمها دومينز. لما هتدوس على الدومينز هتلاقي هنا ان انت اد سكوب دازنت هاف اني دومينز يت. هتدوس على اد وبعد كده هدخل الدومين بتاعي، هدخل اسم الدومين. فخلينا ندخل اسم الدومين وندوس على اد، هو طبعا مش عايز هنا ال HTTPS اللي في الاول، وندوس على ولا عايز الشرطه وندوس على اد. فبيقول لك هنا ان اد سكوب دوت نت
not verified. علشان نعمل له verification في قدامنا كذا طريقة نقدر نعمل بيها الverification ده. هما كلهم ممكن يبانوا معقدين بس خلونا نبص عليهم واحدة واحدة. اول طريقة خالص بيقولك هتحط meta tag في ال HTML source code، ان انت تاخد التاج ده copy paste وتحطه في الهيد في السورس كود بتاعك. بس انا مش بفضل الطريقة دي، لان انت لو السيم بتاع الموقع اتغير ممكن الكود ده يطير بتغير طبعا السيم. فعشان كده انا مش بفضل الميتا تاج شخصيا. هتلاقي في طريقتين تانيين، يا اما انت بترفع ال HTML على الروت دايركتوري بتاع الهوست بتاعك، يا اما بتظبط الدي ان اس ريكورد. الكلام انا حاسه معقد بس صدقوني هو مش معقد خالص، هوريكوا ازاي دلوقتي. الطريقه الاولى انك ترفع ال HTML فايل على الروت دايركتوري دي، انت لما هتيجي تدوس عليها هيقول لك نزل ال HTML ده، وبعد كده بيقول لك روح على الروت دايركتوري بتاع adscope.net وارفع الفايل ده في الروت دايركتوري ده. طب انا بجيب الروت دايركتوري ده منين؟ حضرتك عشان تجيب الروت دايركتوري ده لازم يكون ليك اكسس على الهوست بتاع الموقع، مش الادمن داشبورد بتاع الموقع، الهوست اللي هو اصلا معمول اللي محطوط عليه الموقع بتاعك. فلو حضرتك شغال مع كلاينت قول له اديني اكسس للهوست نفسه. لما بتروح على الهوست نفسه، انا هوريكم دلوقتي مثال على بلو هوست، لكن انت لو على اي هوست تاني ممكن بكل بساطه تروح على السيرش عندك وتكتب how to access root directory on مثلا بلو هوست، تمام؟ ده انت بتوصل له من الفايل مانجر عموما، فهو بيقول لك هو accessing the file manager. انت اللي بتبقى عايز توصل له هو الفايل مانجر. فهو انت لما هتيجي تدخل على الارتكل، على الهيلب ارتكل بتاعت الهوست ده، هيشرح لك بالتفصيل انت المفروض تعمل ايه بالظبط بالصور. فهو هنا بيقول لك هو هتروح على advanced، بعد كده file manager، وبعد كده هتلاقي الروت دايركتوري. فاحنا لما هنيجي هنا عندنا هنلاقي هنا advanced. خلوا بالكم انا ماشي مع الصور، انا برضو لا افقه شيء في الكلام ده. هنيجي هنا هندوس على file manager، هيفتح لك الفايل مانجر. الروت دايركتوري اللي هو بيبقى اسمه public html اللي هو ده الروت دايركتوري. مجرد حضرتك ما بتعمل ابلود بترفع عليه الملف اللي انا وريته لكم من شويه. الطريقه الثانيه اللي انا عايز اوريها لكم واللي انا شخصيا بحبها لانها اسهل كتير من الدوخه دي كلها، واللي انا هعملها بقى شخصيا دلوقتي عملي قدامكم، هي الاخيره، هي الدي ان اس تي اكس تي ريكورد. بيقول لحضرتك هنا هتروح وتضيف التي اكس تي ريكورد ده في الدي ان اس كونفيجريشن. برضو نفس الكلام، انا ما اعرفش اي حاجه في الكلام ده خالص، فهاجي هنا هاو تو اد دي ان اس ريكورد تو بلو هوست. فهتلاقي اول حاجه في جوجل هاو تو اد اديت ديليت دي ان اس ريكورد انتريز. هدخل عندهم على الارتكلز واشوف ايه اللي هم كاتبينه بالظبط. هنلاقي هنا بيقول لك الطريقه اللي انت بتوصل بيها للدي ان اس زون اديتور. فهنلاقي ان انت بتدخل على دومين، وبعد كده بنلاقي مانج، وبعد كده دي ان اس. فلما هندخل عندنا على بلو هوست، هنا انا في الدومينز دلوقتي، هاجي هنا مانج اهي، لما هدوس هنا دي ان اس. برافو، واضح ان هم مش بيحاولوا يتوهونا. فلما هنيجي هنا هنلاقي ده الريكورد زي cname mx txt، وهلاقي هنا حاجه اسمها اد ريكورد. هايل، هدوس على اد ريكورد. طيب خلينا بقى نرجع تاني، خلي ده هنا جنب البيزنس مانجر بتاعنا. بيقول لك ايه بقى؟ follow instructions to add this txt record in your dns configuration. هنضيف ده، وبيقول لك some domain registrars requires the at symbol in the host field. فلما هنيجي هنا هنلاقي الهوست ريكورد، هنلاقي اللي هو ده، هندوس على ات، وهنيجي هنا في txt value هندوس على الحاجه اللي احنا نسخناها من شويه، وهدوس على سيف. يبقى الهوست انا حطيت فيه ات، والtxt value انا خدتها كوبي بيست من هنا، ما نزلتش فايل ولا رفعت فايل ولا اي حاجه، وكده انا ضفت التxt record خلاص. المفروض بعد كده اعمل verify domain. طبعا زي ما انتم شايفين بيقول لك ات سكوب از verified. طبعا ممكن تيجي تدوس على verify يطلع لك ان هو not verified، وان هو لسه مش، وان انت في حاجه عملتها غلط. لكن هو لا، هو بياخد وقت ساعات على ما يسمع، فمش عايزكم تقلقوا. اشربوا لكم كوبايه شاي كده وارجعوا تاني، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. بس زي ما انتم شايفين هو دلوقتي بيقول لك ان هو فعلا دلوقتي الدومين بقى verified. هسيب لكم برده الجايد ده من الفيسبوك، هو بيشرح لكم برده الطريقتين، انا طبعا شرحهم احسن، لكن للي عايز برده يشوف الفيسبوك بيعملهم ازاي هسيب لكم برده اللينك ده تحت في الديسكربشن. قبل ما ندخل في النقطه اللي بعد كده عايزكم تعملوا حاجه مهمه جدا. لو انت بتتفرج ولسه مش عامل سبسكرايب ضروري تعمل سبسكرايب دلوقتي، ولو انت عامل سبسكرايب ومش عامل لايك لازم تعمل لايك حالا، عشان الفيديو ده اتحط فيه مجهود جبار، فيا ريت اللايك والسبسكرايب هيساعد ان الفيديو ده يوصل لناس كتير عشان تستفيد. خلينا نكمل كده، احنا عملنا فيريفيكيشن للدومين وسطبنا البيكسل، هل كده كل حاجه خلاص؟ كان بودي
بس لسه خلينا نرجع تاني على الايفنتس مانجر. لما حضرتك هتكون في البيزنس مانجر دلوقتي هتلاقي بيطلع لك ايرور فظيع كده وبيخض وبيقول لك ان انت دلوقتي بقيت محكوم ب8 ايفنتس بس اللي انت تقدر تعمل لهم تراكنج. فاكرين الايفنتس اللي انا كنت بتكلم عنها الليدز والاد تو كارت والبيرشز والكلام ده كله؟ بيقول لك ان انت مش هتقدر تعمل تراكنج لاكتر من 8 ايفنت في البيكسل بتاعك. فالمفروض دلوقتي ان انت بتبتدي تعمل برايورتايزيشن للايفنتس دي. ايه الايفنت الاولاني المهم جدا بالنسبه بالك اللي انت محتاج تعمل له تراكنج، وبعد كده ايه الايفنتس اللي هي اقل برايورتي. عشان تفهموا برضو الصوره بشكل احسن شويه، دلوقتي بقى في برومبت كده بيطلع للناس على اللي معاهم اي او اس بيقول لهم ان الفيسبوك عايز يعمل لكم تراكنج، هل انتم موافقين ولا مش موافقين؟ فالناس اللي بتوافق هنقدر نعمل لهم تراكنج لحد 8 ايفنتس اللي احنا هنختارهم هنا. الناس اللي هترفض التراكنج دي احنا هنقدر نعمل لهم للتراكنج للايفنت الاولاني بس اللي احنا هنختاره هنا اللي هو التوب برايورتي ايفنت. فعشان كده دي اهميه ان احنا نعمل دلوقتي الاجريجيتد ايفنت اللي احنا هنعمله دلوقتي. فحضرتك دلوقتي وانت في البيزنس مانجر هتنزل شويه تحت كده هتلاقي حاجه اسمها اجريجيتد ايفنت ميجرمنت. لما هتدوس على اجريجيتد ايفنت ميجرمنت هتلاقي بيقول لك كونفيجر ويب ايفنت. هتدوس على كونفيجر ويب ايفنتس هيقول لك هنا الدومينز اللي هي عندك بالفعل، وهيقول لك هنا ان الدومين ده verified. لو الدومين ده مش verified هتلاقي طالع حاجة زي كده وبيقول لك اعمل verification ليها، لكن هنا الدومين ده verified فخلاص انا هدوس عليه وهعمل manage events. فبيقول لك هنا ان التشينجز دي ممكن تاثر على الاعلانات اللي عندك، وبيقول لك ان انت لو عملت التغييرات دي هتضطر تستنى 72 ساعه على ما تعمل فيهم تغيير تاني. فارجوك خد نفس عميق كده وانت بتعمل الترتيب بتاعك، اختار التوب برايورتي ايفنت بتاعتك بشكل مظبوط من اول مره. دوس على ايديت وهتلاقي هنا البرايورتي، وهتلاقي هنا البيكسل والكاستم كونفرجن والايفنت نيم، وهتلاقي هنا الايفنتس اللي انت استعملتها 0 اوت اوف 8. فهتدوس على اد ايفنتس، هنختار دلوقتي الكاستم كونفرجن اللي احنا كنا عاملينه من شويه، وبعد كده هتشوز الايفنت بتاعي. طبعا الايفنت اللي احنا كنا عاملينه هو ابلكيشن سبمشن، وبالتالي ده بقى الهايست برايورتي ايفنت اللي عندي. زي ما انتم شايفين هو الهايست برايورتي. طبعا لو انا عندي ايفنتس كتير برضو عايز اعمل لها تراكنج هفضل ان انا اضيف لحد 8 ايفنتات. دوسنا هنا اد ايفنت وهدوس مثلا على اد سكوب بيكسل، وهضيف بعد كده تشوز ايفنت تاني وليكن مثلا اي حاجه، وليكن مثلا سكيدجول. فبقى ده الهايست برايورتي وده بقى اللوست برايورتي، واقدر اضيف ايفنتس اكتر من كده برضو في النص بحيث لو اول ايفنت ما اتحققش عندي يدخل على الايفنت اللي بعده وهكذا. بعد كده هتدوس على ابلاي. طبعا انا ما عنديش سكيدجول ولا حاجه، فانا هخليني بس على الكاستم كونفرجن اللي انا عملته وهدوس على ابلاي. بيقول لك هنا انت بتكونفيرم الحاجات دي، فبقول له يس اي كونفيرم وبدوس على ابلاي. كده يبقى احنا عملنا الاجريجيتد ايفنت ميجرمنت برضو عندنا في الايفنتس مانجر. يبقى احنا كده سطبنا البيكسل وعملنا دومين فيريفيكيشن وسطبنا الاجريجيتد ايفنت ميجرمنت. فاضل حاجه رابعه هي اسمها كونفرجن اي بي اي. الكونفرجن اي بي اي انا سبتها للاخر لانها اكتر حاجه معقده فيهم، ولسه واحده واحده الفيسبوك عمال بيعمل بارتنرز علشان يسهل الموضوع شويه. فاكشلي احنا سطبناه دلوقتي من غير ما انتوا تاخدوا بالكم. لو جيتوا تدخلوا هنا على السيتنجز في اد سكوب، طبعا هنختار البيكسل، هتيجوا هنا على السيتنجز هتنزلوا تحت شويه، طبعا الادفانسد ماتشنج هتدوس على شو اوبشنز، تقدر ان انت تخلي الحاجات دي كلها اون علشان تعمل لها تراكنج كلها على قد ما تقدر. خليها ننزل شويه كمان تراك ايفنتس وذاوت كود، برضو خليها اون علشان تسهل التراكنج عندك. هتيجي هنا هتلاقي كونفرجنز اي بي اي. كونفرجنز اي بي اي طبعا هو بيقول لك ممكن تسطبها مانيوال من خلال الكود، وممكن ان انت تختار بارتنر. فطبعا زي ما انتم شايفين هو اوريدي عمل كونكشن بالوورد بريس بتاعي من خلال البلجن، لكن انت ممكن تعمل تشوز ا بارتنر. هتلاقي دي البارتنرز دلوقتي اللي هي سبورتد في الكونفرجنز اي بي اي، ممكن شوبيفاي، ممكن ماجنتو او ووكوميرس، ايا كان البارتنر اللي انت شغال معاه من البارتنرز دول يقدر برضو هياخدك في بروسيس واحده واحده بكل بساطه علشان يسطب لك الكونفرجنز اي بي اي. طب اسلام انا عايز اسطب البيكسل ومش لاقي البارتنر بتاعي موجود، اسطب البيكسل ازاي؟ هقول لك. هتدوس على اد ايفنتس هتلاقي هنا فروم ا نيو ويب سايت. لما هتدوس عليها هتلاقي انستول كود مانيوالي. لما هتدوس على انستول كود مانيوالي هيجيب لك البيكسل كود بتاعك اللي هو البيز كود اللي هو الكود ده. طبعا حضرتك هتنسخ الكود ده وهتحطه عندك في وورد دوكيمنت زي اللي انتوا شايفينها دي. مش عايزكم تتخضوا، موضوع بسيط جدا.
انت مالكش دعوه بكل اللي مكتوب ده، كل اللي ليك دعوه بيه هو شويه الارقام اللي هنا دي، دي البيكسل اي دي لو تفتكروا اللي احنا اتكلمنا عنها. فالبيكسل اي دي ده هتلاقيه مره هنا وهتلاقيه مره تانية هنا، دول المرتين بس اللي بيظهر فيهم البيكسل اي دي، بحيث لو انت عايز تعدله انت بتاخد الكود ده زي ما هو كده زي ما طلع لك من الفيسبوك وبتحطه في الثيم فايل بتاعك في الويب سايت بتاعك. لو انت شايف الطريقه دي معقده ممكن تشوف الديفلوبر بتاع الويب سايت وتخليه يعملها. كل اللي انت بتعمله ان انت بتاخد الكود وبتروح على الويب سايت زي ما انتوا شايفين، هو بيقول لك اهو اباف الهيد تاج، يعني انت هتحطه فوق الهيد تاج، فانت هتشوف هنا الهيد تاج في الموقع بتاعك اللي في الهيدر وهتحط فوقيه على طول البيكسل كود. فانا برضه هوريها لكم في الووردبريس، لكن ايا كان الموقع اللي انت هتشتغل عليه سواء كان شوبيفاي سواء كان كليك فانلز، ايا كان الموقع اللي انت هتشتغل عليه هتشوف فين الهيدر بتاعك، فين الهيد تاج بتاعك، فين الكلوزنج هيد تاج، وهتحط فيه على طول فوقيه البيكسل. خلينا كده نرجع تاني للووردبريس. فاللي انا هدور عليه دلوقتي هي الابيرنس ثيم اديتور، وبعد كده انا طبعا عايز اروح للهيدر. فهروح للهيدر هنا. على فكرة أنا كل اللي أنا بوريه لكم ده أنا بتبع التعليمات ماشي ورا الفيسبوك اللي بيقولولي، أنا ضايع في الويب ديفلوبمنت على فكرة. فاللي أنا بوريه لكم ده حاجات أنا بس مجرد بسمع الكلام، كلام عادي جدا بعمل سيرش وبطبق. فهنيجي هنا هندور هنلاقي قدامنا على طول الهيد تاج. لو أنتم مش عارفين تدوروا على الهيد ده على الهيد تاج ده إزاي، دوسوا كنترول وإف وبعد كده اكتبوا هيد ودوسوا إنتر. لا احنا عايزين هيدر مش هيد، فاللي هي هيد اللي هي دي. هندوس هنا قبلها على طول كام انتر كده، وبعد كده هنضيف البيكسل كود بتاعنا. طبعا بعد كده هتدوس على ابديت فايل، طبعا انا مش هدوس ابديت فايل عشان ما نايلش الدنيا، كده كده البيكسل اتسطب خلاص، لكن دي الطريقه اللي انت بتنفذ بيها الموضوع ده. لما هتعمل كده هيبقى انت سطبت البيكسل بتاعك في الموقع كله بعد كده، وتقدر بقى ان انت تعمل الكاستم كونفرجنز والحاجات دي كلها. وبعد كده هتدوس هنا على كونتينيو وهتعمل الاوتوماتيك ادفانسد ماتشنج والاد ايفنت كود والفيريفاي دومين، وبقيه الفيديو بتاع النهارده هتعيدوه من اوله تاني. كده لو حضرتك نفذت كل اللي احنا قلناه في الفيديو ده يبقى انت كده نفذت البيكسل بتاعك صح، يبقى انت كده عملت الكونفرجنز اي بي اي بتاعك صح، كده انت عملت فيريفيكيشن للدومين صح، كده انت عملت الاجريجيتد ايفنت ميجرمنت بتاعتك صح. ودول كل الحاجات اللي مطلوب منك ان انت تعملها دلوقتي علشان تتصدى للاي او اس 14 ابديتس الجديده بتاعت ابل. سو فار ما نعرفش لسه الفيسبوك هيعمل حاجه تانية قريب ولا لا، بس حتى الان ده كل اللي مطلوب منك ان انت تعمله دلوقتي. اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع، بسيط زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وسيبوا لي الاسئله اللي عندكم تحت في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.